انتم تسمعوا في دارنا العزيزة كوثر الباردي على EFM أحلى راديو. صباح النور وصباح الفل، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله يا ربي نهار مزيين كيفكم. إن شاء الله مازال نجم نقولكم عيدكم مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله سنين دايما الناس الكل، إن شاء الله نهاركم بالقسم والرزق والصحة فين ما كنتوا تسمعوا فينا. نور بولابيار في الإخراج، إيمان وسليم في ديجيتالي أمنولنا EFM TV، وما يمسهل في الإعداد. إن شاء الله تعديوا سويعتين معنا بهين، قصروا عليكم الوقت في الخدمة ولا في الثنية، وإلا زيدا كان قاصدين ربي. تعرفوا اليوم فما الباكسبور، ان شاء الله الكل موفقين ان شاء الله، وان شاء الله ربي يعاونكم، وان شاء الله تلامذة الباك الكل يعطيهم ربي القوة باش كيكا يكونوا متميزين. توا 10:15 نحب نقول اللي تليفون على ذمتكم 31 380 ألف باش تشاركوا معنا في الدبارة متاعنا. كيما العدد دبارة رجعنا، تتصلوا بينا وتعطيونا دبارة من الدبارات اللي موجودين، سواء كان من تونس من جهتنا العزيزة الغالية، اطلبونا من اي بلاصة، شاركوا معنا بعد شوية بالدبارة. انتوما اللي تقترحوا، انتوما اللي تقولونا شنو النجم نعملوا، هكيك تسهلوا علينا شنو النجم نطيبوا في الفطور. هذا الكل كي تطلبونا وعلى 31 380 ألف. سينو نحب نقول الكلمة متاعي اليوم فيما يخص الصغيرات والانترنت، ردوا بالكم، ردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم. الحكاية هذه الخطيرة، الناس الكل تونس كاملة تحكي، والفيسبوك قائمة قاعدة على الوليد هذي اللي عمره 12 سنة، وعلى استقطاب الصغار في الحاجات الخايبة. لكن أنا نقول الأولياء، الأم والبو والعائلة زادة اللي عندهم دخل في الموضوع هذي، كيبدا صغير في العمر هذيك، خاطر 12 سنة صغير صغير، معناها نلقاو صغار من 9 سنين، 10 سنين، 12 سنة، هو حتى أكثر شوية مازال صغير. لازم نعرفوه مع شكون يحكي وفي شكون يكلم والأشخاص اللي يكلم فيهم. أنا مانيش من نوع باش نقول نحي التليفون على الصغير، لا، هو مواكب عصره عنده تليفون أكيد، لكن علموه تليفون يستعمله في الحاجات اللي تنفعه، المعلومة اللي يحب ياخذها في قرايته، في حاجات هو يحب يعملها، إذا كان مش يتفرج في حاجة اللي هي تفرهده اللي يتبعها، وعنده معناتها يحس روحه اللي هو مواكب كما الصغار الكل. ولكن كي يبدأ يحكي معاه حتى أصحابه، حتى أصحابه اللي هو معناها يقول لك ولد كلاسي يقرأ معايا ولا بنية تقرأ معايا، أنا نرى اللي حتى كان تقرأ معاه لازم نشوفه تقريبا فيش قاعد يحكي، شنية نوع الحديث اللي يحكيه فيه، باش هكيك تعرفوا توجهوا صغيركم. وكي نفيقوا بصغيرنا عنده غلطة، ما نبداوش نعملوا في عقابات متاع معناها موت، لين يولي هو ما عادش لا يحكي لك ولا يوريك ولا يراوك، اللي يسرق يغلب اللي حاحي. قربوا صغاركم باش يحكيوا لكم وباش يقولوا لكم على الغلطات اللي يعملوهم، باش نجموا تصلحوهم. كان يولي يوصل ما عادش نجم يحكي لك، وفات الحكايه، ما عادش نجم انت تقول له حتى كلمه. هذه الكلمه نتاعنا، نحب نقول صباح النور اريج الحمروني اللي غايبه علينا، صباح الورد، صباح الخيرات يا كوثر، تحيه ان شاء الله نهارك زين ومرحبا وعيدك مبروك، وشهر كنت مسافره علينا، مسافره في مهام في بر اخر. نحييك انت كوثر وسيمه وكيف فريق دارنا العزيزه اللي غبت عليه في شهر رمضان، شهر رمضان احنا الوقت تبدل، قعدت كاين في ليميسيون امبوسيبل اكزاكتومون، دونك اليوم رجعت للانطين في ليميسيون امبوسيبل في دارنا العزيزه. دونك نحيي كافه مستمعي اذاعه اي اف ام اللي كنت عيطت عليهم مره اخرى، نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. دونك في الموعد هذايا نرجعوا للريتش كيما العاده باش نحكيو على كل ما شغل التوانسه وغير التوانسه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن فما حاجات ماناش باش نخوضوا فيها في تفاصيلها، باش نحكيو فقط بالارقام بعض المواضيع اللي كنتوا سمعتوها الصباح، وباش يواصل فيها زميلي أسامة السعفي بعد مندوب حماية الطفولة، يكون عندنا حصريات مع عائلة الضحايا في الموضوع اللي أنت كنت حكيت فيه، نحكيو على ضحايا الكل إكزاكتومون، بما أننا نحكيو على قُسر واستغلال جنسي، دونك هذه الكل تلقاوهم بعد في إي إف إم إس أو إس مع زميلي أسامة السعفي، أو على مواقع التواصل الاجتماعي نتاع إي إف إم فيما يخص تدخل أو مداخلة
مندوب حماية الطفولة، مش حكيو بيان سور سياسيا وفيما كل ما يخص الحرب على أخواتنا في غزة وترندات اللي تخص العالم هذي الكل. أمين يا ربي. وبش نحكيو شوية بيان سور فن والمشاهير اللي شغلوا الناس بالديكلاراسيون تاعهم ولا حتى بسوريتهم. مش حكيو على نادين نسيب نجيم وهيفا وهبي. أوكي هذا الكل بعد شوية في ريتش. صباح النور أسامة السعفي. صباح السلامة. صباح الفل. خدمت عاد انت في الويكاند ما ارتحتش نسمع فيك دونك ما ارتحتش بالكل انت كيف كيف حتى الويكاند عديتكم مي من نهار راحة في الدار. اكيد بيان سور الحمد لله نقصت اكيد عدينا نهارين راحة في العيد وبعد رجعنا خدمنا البرمجة الخاصة متاع ثالث أيام العيد وهنا رجعنا اليوم الحمد في الله. برمجتنا العادية تعرف استانست بالوقت متاع رمضان أي وليت ترقد مبخر وتقوم جيت بكري اليوم في بالي نبدأ التسعة بيه بيه خير به اسوس يا فما ما تنجمش ما تحكيش أكيد. على الموضوع كما قالت بعد شويه تطرق له اسامه قضيه راي عام دونك مهم جدا انه نحكيه في تفاصيلها كما كانت اريج الصباح ذات مندوب حمايه الطفوله بتونس انيس عون الله احنا بعد باش نرجعوا مع العائله نحاولوا نشوفوا شنو هو التفاصيل الجديده في الموضوع وين وصلت الحكايه القضيه واللي تشغل الناس الكل تقريبا على الأخر. مشكله كبيره بطبيعة مشكلة كبيرة وأنا ديما نقول ما خفي كان أعظم لأنه هذه إيشانتيون هذه حاجة ظهرت اليوم وأطفيت على السطح وظهرت للعلن ولكن برشا حاجات ما زالت مخفية برشا حاجات ما زلنا ما فقناش بيهم هي أولها أنك أنت في بالنا ضحية الوليد هذا واللي معاه فخرجوا برشا صغار أخرين حاجة تجبد حاجة والأهم أنه نشجعوا الأولياء أنهم يحكيوا مع صغارهم أنهم يراقبوا صغارهم أنه أي واحد يصير له عملية تحرر سواء لقاصر أو لغير قاصر إنه يبلغ يوصل المسألة فما مندوبية حماية الطفولة وأنا معكم زيد على 58 550 707 بعثونا أي موضوع يهمكم أي موضوع تتصوروا إنه يشكل خطورة على المجتمع ولا العائلة ولا الصغيرات ولا اللي هو إحنا معكم بيانسور وفما أكيد الرقم الأخضر تقولي أريج 1809 هذا الرقم الأخضر اللي تنجموا زادة تبلغوا عليه السلطات المعنية باش توصلوا إشكالياتكم وبطبيعة الحال الدولة تتحرك بمندوبيات حماية الطفولة ووزارة المرأة اللي مشكورة إنها تفاعلت سريعا مع الموضوع أي الحمد لله هذا الكل بعد شوية في SOS EFM دونك معك أسامة وكما قلت التليفون على ذمتكم 58 550 707 إذا فما أي حاجة تتصلوا بأسامة السعفي تبعثوا له مساج في التليفون حتى على الواتساب حتى على الواتساب كيف كيف نفس الرقم نخرجوا أغنية هنا رجعين مثل الجمعة من العشر النص النهار كارنا العزيزة كوثر الباردي على EFM أحلى راديو العشرة وستة وعشرين دقيقة على أحلى راديو راديو EFM احنا مع بعضنا حتى النص النهار إن شاء الله بدارنا العزيزة نذكركم التليفون على ذمتكم 31 380 ألف شاركوا معنا في نودك ومن شهيك نستنيو تليفون منكم من جهة تونس العزيزة الغالية من تونس كاملة اللي حاب يشارك معنا يطلبنا على التليفون وتشارك معنا بالدبارة تساعدنا في حاجة إن شاء الله تكون جديدة هكا ما نعرفوهاش وإذا كان حاجة سهلة ونعرفوها كيف كيف تفكرنا في دبارة سهلة مهلة لقيت هذية وقيت ريتش ريتش مع أريج الحمروني مرحبا أريج مرة أخرى وبونجور إن شاء الله نهارك مبروك دونك ريتش حفلة برشا أخبار الويكاند هو بكله أخبار 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 فيسبوك يغلي يغلي دونك برشا 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 وليت كي ضغط مش كل شيء تخمه نتاع اخبار بجميع الميادين باش ننطلقوا باكثر اخبار شغل العالم مانيش نحكيو كان على التوينسا نحكيو على الاخبار اللي عاشوا على وقعه العالم في الويكاند الكل هو ضربه الايرانيه على ما يسمى باسرائيل و او الرد اللي ردت الرد الايراني على الكيان الصهيوني دونك ردود افعال من دي ستاتيو ليستوري للي شيخ شوية نحكيه بأكثر رقم الحقيقة شدنا أنه أكثر من 500 ألف مشاهد كان في المباشر على صفحة الجزيرة على اليوتيوب يعني الناس ما اكتفتش فقط أنها تتبع الأخبار على الريزو سوسيو ولكن الأخبارية بصفة عامة اكزاكتومون دونك رجعت الناس مصباح اكزاكتومون قاعدين نسمع الأخبار هنا ندور في الأخرى ندور باش نشوف اكزاكتومون فما جديد بكل سكوندا دونك هذه كان أبرز أخبار شهدوا العالم في الويكاند وتبعوها الناس الكل وخاصة حتى توينسا شفنا ردود
ردود الافعال ولي ستاتيو ولي كومونتير اللي كانوا موجودين خاصه على فيسبوك. نحكيوا على حاجه اخرى شغلت توينسا وكما كنا نحكيوا قبيله شويه، ومن الصباح وسائل الاعلام وفي الويكاند الكل كانت كل التواصل الاجتماعي منذ أن هبطت صفحة المدام على ريزو سوسيو الإشعارات اللي جيتها من عند عائلة واحد من الضحايا، نحكيه على أطفال وقصر يتعرضوا لابتزاز جنسي وتهديدات. دونك كلنا تبعنا على باج المدام الستوري اللي كانت هبطتهم. يوم صباح كنا خدينا مندوب حماية طفولة، وبعد شوية مع زميلي وسيمة صعفي تاخذوا أكثر تفاصيل من عند العائلة. نحكيه نحن على وزارة الأسرة اللي تفاعلت مباشرة منذ أن تم تطرق للموضوع على لي ريزو سوسيو، هبطت البلاغ نتاعها وحكيت. دونك فما اختروا يخوف، معناتها توا كل عائله عندهم صغير يخاف وليت مفجوعه، فما شكون رد الفعل مباشره انه لقى الحل في انه يفك تليفون، فما شكون كيفك انت كوثر يقول لك ليه مش انا معاه انه نخلي التليفون ولكن يكون عند صغير واعي بالعكس انه هو يعرف كيفاش يحمي روحه ويعرف كيفاش يتصرف. دونك نلقاو حتى لي ستوري نتاع اغلب المشاهير اللي كانت عاود تريبوستيت الفيديوهات هذوما او بعض من الصور، حتى التوا قولوا ونفيدوا مستمعينا انه ما فما حتى معلومه مؤكده على البروفيل او الهويه نتاع الشخص المبتز هذيا، في انتظار انه البحث. قديش نتمنوا ما يطلعش تونسي يا خيتي، اللي هو صعيب اللي هو شويه للاسف. هي هي هي. في انتظار شنو باش يكشف عليه البحث، ومازالت المعطيات قاعده تزيد كل شويه ومازال ما عناش حتى عدد محدود او معروف من الضحايا. فما سريه ما في التحقيق باش ينجموا يوصلوا للشخص بالضبط. احنا اللي نتمنوا على الاقل انه الحكايه التليفونيه تكون فرصه باش نوعيوا الصغار الكل، وكذلك انه الشخص هذا اللي قام بالفعل هذا ياخذ العقاب. نوعيوا الصغار ونفهموهم ما يخافوش من العائله. Exactly. يلزم العائله تخلي الصغير ما يخافش منها. بالضبط. مش ما يحترمهاش، ما يخافش، خاطر نقول لك اش معناتها ما يخافش، معناها ما عادش فما قدر. ليه؟ يقدر العائله. بالضبط. ويحترمها، ما يخافش كي يشكي لامه، ما يخافش كي يقول لامه على مشكله تعرض لها، ما يخافش كي تصير له حاجة في الدنيا شكون يلتجأ؟ يلزم العائلة. يلتجأ لعائلته. Exactly. إذا تولي العائلة رعب. لا. إذا يحكي لهم راهو فما عقاب وبش يلقى روحه، معناها ما يلقاش حقه، راهو ما عادش يحكي لكم. وإذا كان ولا ما عادش يحكي لكم غادي يخطر لكم. هنا دور العائلة ماهيش في إلقاء اللوم، بالعكس هي لازمها تكون ديما مصدر الأمان للطفل. اكزاكتومون. حتى نجم. اللوم بيدو يلزم تعرفوا معناتها تلومه بيان سور غلط يلزمك تلومه، والعقاب موجود. فما عقاب من عقاب باش أنا نربيه باش نقول له شفت الغلطة نتاعك وين وصلتك. اكزاكتومون. باش تفهمه، أما مش باش تخليه يتسكر كومبليتمون واللي بالنسبة ليه ما يقول لهمش، ما يحكيش للعائلة. سامحني، احنا زوز بنات اللي شربوا دواء الفار الفترة اللي للأسف واللي توفيت. علاش عملت هكاك؟ خاطر خايفة من نتيجة البولتان نتاعها باش تصرح عائلتها. بوها عنده عقاب خايب على الاخر ويضربها ضرب كبير، تقول لك انا باش يضربني الضرب هذيك الكل نشرب دواء الفار وماتت الطفلة. دونك الخوف راهو لازم يكون يخاف من العائله، يحترم العائله، اما مش رعب، مانيش نحكيو على رعب. الامان لازم يشكي لدارهم. بالضبط. اكزاكتومون. دونك باش نقعدوا نحن في متابعه للموضوع هذايا، ان شاء الله الصغيرات هذوما ياخذوا حقهم، خاصه يكونوا نفسيا مرتاحين. ونذكروا بالرقم الاخضر اللي تحطوا الوزاره على ذمه كل العائلات او كل المواطنين 1809 للاشعار على اي جريمه في حق الاطفال او اي ابتزاز جنسي في حق القصر. نقعدوا في تونس ومن القضايا هذه اللي شغلت الرأي العام نحكيوا على حاجة بوزيتيف شوية، ونتمنيو بون شانس لكل اللي باش يعديو الباك. اليوم تبدأ اختبار آخر سنة في الباك سبور، دونك نتمنيو لهم حظ موفق. وكتير الكلام اللي باش نقوله هنا توا يكون ما عندوش معنى توا، ولكن بعد توا يفهم وراه ولا داعي للخوف المبالغ فيه. أكيد هكا باش يكون فما شوية خوف كأنك مش تعدي انتروتيان كما أي امتحان من غير ما يشعر، ولكن نذكر ونقول إذا كان أنت عملت اللي عليك في العام الكل وفي البيريود دو ريفيزيون على ربي يكون ضميرك مرتاح. دونك الباقي على ربي. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وكل عائله تونسيه كده عندها. شكون باش يعدي الباك؟ من تونس نمشيو للبنان وللعالم العربي. نحكيو شويه على نادين نسيب الجيم اللي في مقابله حصريه لها مع احمد قيس على قناه ومنصات المشهد على ال بي سي زيدا، كانت كشفت اول مره بعض المشاكل اللي تعيش فيها في حياتها الشخصيه، خاصه بعد طليقها مع طليقها تحديدا، ومشكله الحضانه بينتها هي وهادي
أسمر، خاصة بعد ما أعلنت ارتباطها وإعلان خطوبتها. دونك هي تصدمت بردود الفعل اللي جات من عند طليقة، أبرزها أنه مانع عليها السفر وعامل حجر على أولاده أنه هي تنجم تسافر معاهم، وشرطه الوحيد حسب تصريحها باش تراجع على القرار هو الانفصال على خطيبها. خلينا نسمع جزء من التصريحات هذه اللي نادين نسيب نجيم ونرجع للتعليق. أكيد أنه هيدا الشيء منه حلو، أنت كل على مدار سنتين تسمع كلمات ما بتليق فيك وظالمة، حتى أقرب الناس لإلي خانوني وخزلوني، أقرب الناس لإلي بمطارح كتير كان لازم عالم كنت متوقعة توقف حدي ما وقفت حدي صراحة، يعني كنت فش خلقة بالدعاء، وأنا انقهرت لأنه خدوا شهرتي، خدوا شغلي، خدوا كل شيء بدكن إياه، بس ما تقربوا أولادي، خدوا إذا هالقد حاسديني خدوا كل شيء، أنا أصلا يعني تركت لكم الدومين كله، خدوا مطرحي مش فارق معي، هيدا كله باطل، هيدا كله مجد باطل، مش هيدا هي الحياة بالنسبة لإلي، بس ما تقربوا على أولادي، هي كانت هم الوحيد، ما تقربوا على أولادي، ما في أحلى من الأولاد عن جد. وسفرة مع الأولاد؟ يا ريت، سفرة مع الأولاد، يا ريت. فيك تسافري مع أولادك؟ لا، مع الأسف لا. ليه؟ لأنه بين حاطط عليهم منع سفر. خوفاً إنك تخطفيهم مثلاً؟ لا، أكيد عارف ما رح أخطفهم، أكيد لا، يعني دينا الجيم ما حتعمل هيدا الشيء وتجرس حالها، ليش بدي أخطفهم؟ أنا حياتي كلها هون. بس ليه منع سفر؟ لأنه في بحياتي حدا. دوك بسبب إنها عندها شريك جديد. ارتباط بشخص اخر بالنسبه لي، هو شنو الحاجه اللي نجم يعذبها بها؟ هي صغارها، هي وليدها، شدها من اليد لتوجعها كما قاعدين نقولوا. هي بريسك المره الاولى اللي تحكي فيها نادين نسيب نجيم على مشاكلها مع طليقها بعد الطليق اللي صار، ونجم تتابعوا بقيه المقابله. وهذه المشكل تعاني منه هي بخاطر معروفه برشا نساء وقت اللي ينفصلوا الكوبل يدخلوا الصغار في الوسط يتعبوهم يمرمدوهم، سواء هي ولا معناتها المرأة ولا الراجل، خاطر الاثنين يستعملوا في يدخلوا نفس في الصراع الأسلوب، واللي هي طريقة خايبة برشا برشا، وتأثر بالسالب على الصغيرات وعلى حياتهم. أبريتو هما انفصلوا، شنو هو اللي باش يخليه يمنع صغاره باش يسافروا مع أمهم؟ هو تعبهم هما وتعبوا أمهم، وهذا صاير كما قلت لك على نسيخ معناتها مش معروفين، مش بضرورة مشاهير، نفس المشكل يعانيوا منه برشا برشا نساء للأسف. في تونس انا ما عنديش المعلومة الصحيحة، تنشوفوها تو ونرجع نقولها، في تونس ما عنديش حكيت اللي يمنع صغار وينفوا طلقت ما عندوش الحق يمنع صغار، لانه الام عندها الحق باش حتى في الكومونتير ما نعرفوا انه في القانون التونسي عندها حاجة تونسية وامها تونسية، قاعدين يقولوا لها في الكومونتير كان جات عندك الجنسية التونسية راك ما تعرضتش لهذا الموقف، لانه نعرفوا انه القانون التونسي يعطي برشا مستحقات للاكزاكتومون، خاصه في حاجه للحضانه بالضبط. وهنا القانون كيكون مش حكايه ينصف المراه ومع المراه، انا خاطر ما عنديش الحكايه هذيك كيف الرجل كي المراه، اما وقت اللي يكون شخص ظالم سواء الام ولا البو بالضبط. القانون يحمي لهنا المراه في الحكايه هذه، كيبدا راجل يحب يكون يستعمل اساليب هذه ما تنجحش مع القانون التونسي، الحمد لله معناتها تنجم تسافر مع بالضبط. حتى نزيدوا نستفسروا في الموضوع ونفيدوا مستمعينا، باش نختموا بخبر اخف هو شويه ولكن اثار جدل، لانه الفنانه اللي هبطت ستوريات ديما مثيره للجدل، نحكيوا على هيفا وهبي. هيفا وهبي واحده من المشاهير العرب اللي معروفه بانها تقتني ياسر من ماركه اغماس، واحده من اشهر الماركات، اغلى الحقائب في العالم. دونك هيفا وهبي كانت مشيت تتسوق او تعمل في شوبينج من فرع باريس بالتحديد، ولكن سوء المعامله خليت هيفا وهبي تهبط دي ستوري، وحطت حتى اغنيه تدل انه راهو الساك اللي باش نشريه بفلوسي. ما فهمتش علاش فما معامله سيئه من قبل اللي يخدموا غاديكا او لي فوندور ولي فوندوز اللي موجودين في باريس. دونك بعد ما هبطت هيفا وهبي لي ستوري هذوما وانتقدت المعامله اللي تعرضت لها في الفرع هذيك بالذات في باريس من اغماس، فعلوا معها لي زانترنوت، هذيك علاش قرر الرئيس التنفيذي للعلامه التجاريه هو بيدو، دونك نحكيوا على مايكل كوست، اعتذر من هيفا وهبي وصالحها وبعث لها مجموعه كما قاعدين نشاهدوا من الهدايا الغاليه، نحكيوا على ساك اغماس وبعث لها بوكي دو فلور باش يرضي هيفا وهبي، وهي من بعد هبطت ووضحت انه ديركو هما الامر باش ما خليوش هيفا متغشى لسوء المعامله اللي تعرضت لها هي في الفرع نتاع باريس من اغماس. خاطر هيفا مش كان هيفا، راهو نحكيوا على ناس معينه نجم تشري من اغماس، دونك ما فهموش حتى الناس في لي كومونتير برشا من الناس اللي عندهم فلوس ربي تم عليهم، قالوا لهم انه الفرع هذاك بالذات معروف بسوء المعامله ما يعرفوش علاش غادي ماهمش به اكزاكتومون. دونك هيفا كانت وضحت الموضوع وقالت راني باش نشري بفلوسي، دونك الماركه ديركت الامر ورضات هيفا. اما انا حكيت لي ساك معناتها المارك نتاع هكا اغماس وغيره اللي غاليين معناتها تلقى ساك توصل ب 9 ملايين و10 ملايين والحكايه هذيك،
يعني وشنو ما وبعد اش معناتها ساك ب 10 ملايين مثلا في الاخر بالكل فما سيكان مزيانين ومحليهم اما ماهيش مكتوب عليها اغميسك هاو موضوع اخر هو اللي دخلت فيه هو ليه هو لوجيك راه علاش حتى نحن واحنا نحكيو في الاوف قلنا شوف معناها نوعيه المشاكل اللي يعيشوا فيها المشاهير عبيد قاعده تلوج كيف تعيش وعبيد تحكي على بالضبط اكزاكتومون دونك ما نعرفش لو بليزير نتاع المشاهير والناس اللي المهم مكتوب عليها اغميس اكزاكتومون دونك يقولوا شوفوا راهو فما مثلا ليديسيون ليميتي من الساك الفلاني لبسته المشهوره الفلانيه او الى اخره خاصه زاده مش كان هيفا وهبي تشهرت باغميس معروفه جدا ياسمين صبري مغرومه يعني. جدا والقاسم المشترك بينتهم بيان سور اللي هو ليكس نتاعهم ابو هشام هو مغروم اغلب هو المعروف انه مغروم بالتيجر معروف انه مغروم بالتيجر دونك اي واحده تتقرب من ابو هشام يلزمها تلبس التيجر معروف تخرج لبه اكزاكتلي يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله شيء طيب ان شاء الله نهارك زين ونهارك اسعد الايام ما بعد شويه ناخذ التليفون اطلبونا على 31 380 ألف وشاركوا معنا وعطيونا الدبارة إن شاء الله تكون دبارة من جهة من جهة تونس تكون دبارة مزيانة دبارة ما نعرفوهاش حاجة جديدة كان حاجة معروفة مرحبا بكم زيدا أطلبونا باقي وشاركوا معنا بعد ما نسمعوا الموزيكا مثل الجمعة من 10 النص النهار كارنا العزيزة كوثر الباردي على EFM أحلى راديو العشرة وثمانية واربعين دقيقة على أحلى راديو راديو EFM وإحنا مع بعضنا حتى الـ11 لقيت هذية وقيت نودكم نشهيك نودكم نشهيك دبارة إن شاء الله تكون دبارة سهلة مهلة نجمو نعملوها في ساعة تعطيه لنا حياة من بومهل صباح النور يا حياة صباح الورد مرحبا بيك يعيشك ربي يفضلك محميك وقديش الحق ترى يعيشك يا لله وتحبك الايام الطيبه ان شاء الله يعيشك يا مدام صحوالك الحمد لله انت حيوت لاباس الحمد لله والله لاباس مدام كوثر راني مرتين ولا ثلاثه راس المولود نجيب هكا نتسع باش نسلم عليك وبعد نبطل نقول بس ماني ما تحبش عليه بالله حكيت اسمع حكيت نسلم عليك تعرف عادي واحد يسلم يقول عسلامه نقولوا عسلامه ما فيها حد شيء فما بر اما شنية فما ناس اسمعني بالله العظيم راني نقعد به ساعات يسلموا عليك فانت تو قلت لي نقول بالك شي ما تحبش ما فماش علاش ما نحبش والا فما عباد يسلموا عليا تقولوا قولي عسلامه قولوا عايشك عسلامه اش بيك هكا اش بيك سلمت علينا بارده معناتها نرجع نقول عسلامه مانيش معناتها ما نجمش مش نحل الحديث ولا يقولك اش بيك ماكش تضحك انت تو كيما في التلفزه يعني مانيش نمشي نضحك وحدي انا هكاك نبدا نضحك نقاقة ما فما حاجة تضحكني نضحك ما فميش أنا نقضي وإلا أنا متبسة راسي نقضي وانت واحد يقول لك عسلامة شبيك مكش ليه تسلم علينا وانت ليه بالقضية مكش مركزة تنسى تنسى أنا خلنا نقول لك حاجة أنا كي نبدأ في الدنيا نمشي نشري نقضي ولا نوصل ولا نعمل فيها مواطنة عادية يعني مواطنة عادية ننسى كومبليتمو اللي أنا العبيد تعرفني نعيش على روحي كيما ريتني ندور نقضي نورمال قالوا لي عسلامة نقول عسلامة ما قالوا ليش نقضي على روحي أكهو إن شاء الله لعب لا 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 ما عنديش الفنانة ذيك هكا قعدت غادي في المسرح وقعدت في الواحد خرجت كوثر تقضي أكهو ذي ما صبرش يفهموها الحكاية ذي ما عادش يقولوا ليش بيك سلمت علينا باردة بانيش باردة أما هكاك تسلم على سلامة لا ديما نوضحها اسمعوا ويعاودوا يسألوني نفس السؤال أما ميسال جات فرصة أنا قل يا لله مرحبا بيك ونسلم عليك ونسلم على بومهل الكل مرحبا بيك حيوتة انت في الدار ولا تخدم في الدار صحة والدار اكبر خدمة ديما انا كل ما يكلموني يقولوا لي في الدار نقولهم اكبر خدمة عند المرأة الدار صايلوها سهلة معناها في الدار والله يا كوثر يا نقوم الصباح صدقني نكمل القضية ما دي ساعة ونص نعرف 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 والله العظيم ساعة ساعة نبدأ نسأل في روحي نقول الحين شو اللي عملت معناها ايه. معناها تفهم 8:30 حتى ما دي ساعة ونص تجي تلقى وهذا كي تكون قضية خفيفة هكا وقضية خفيفة والله العظيم البارح بركة صدقني البارح بركة قلت الحين من 8:30 ما دي ساعة ونص شو اللي عملت معناها هنا ايه. وقت القاعة حاجات خفيفة
كيف تبدا هذه مع هكا صابون هكا عملت هكا قصص معون هكا معناها سبحان الله الحاجات اليوميه اي يوميه معناها هي خفيفه اما برشا هذيك علاش انا نقول اكبر معناها خدمه خاطر برشا برشا رجال كي تبدا المراه في الدار ما تخدمش يقول لك ليه ماش تعاون فيا ما تخدمش نقول له تعاون فيك اكبر معاونه كي تبدا ليه هي بالدار وليه هي بالصغار وتوصلهم للمكتب وتروح بيهم ويلقاو فطورهم هي اكبر معناها مجهود جبار تعمل فيه مش ما تعمل فيه حتى شيء اذا كان انت كل تاش تعمل لها شكون ليه بها تو تشوف كيفاش تبدا لك المصروف اللي عندك معناتها تعاون فيك بالقديه بالقديه المراه اللي في الدار هي مراه تخدم 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 في خدمة صعيبة أي. إن شاء الله ربي يعاونهم الكل أمين يا رب العالمين إن شاء الله مرة أخرى شو نحكي لك حكاية صغيرة أحكي لي أم إن شاء الله مرة أخرى ما يصيرش أحكي لي طوى عندك الوقت مش تحكي لي عايشك عايش الزين والله ثم يحكي وقال لك ثم راجل عنده أمه قاعدة معاه في الدار هي بها مرته هي بها مرته تدوش وتكوش وليه ودويها ويقول لي يدخل يعطيك الصحة بارك الله فيك يا بنت الناس ربي يفضلك لي يا ربي كذا ربي كذا وليها والدار والفطور وكل حفيله هي القدار كالفلة وأمه كالفلة والفطور والكل يرحم والديها يرحم والديها عاد الله يرحمها ميت ومعناها مشيت عند ربي معناها توفيت وجا توفيت عاد يروح للدار يقول لها يقولها شنو هكا الحاجه هكا الضغط يولي يسبب على اي حاجه تقول له والله راني تعب يقولها تعب في كليماتيزور وقاعده في الدار معناها في مقبل يذكر فيها خاطر امه عاد مره قال لها يقول لها كيف يقول لها كليماتيزور وقاعده وتقول لي تعب انا كنت في البابا في الشارع حتى مرة سيدي قرر قالت والله من شعب والراجل هذا يبقى حتى ساق على ساق حتى قهوة قدامها وقع بحلو وتتفرج في الوصل في التركي يلقى ولاده مش لابسة والكتور مش طايب والدنيا والكل دخل قال لها يا بنتي شنو هذا الكل قالت له وين قاعدة طويلة زي كلمتي قاعدة زي كلمتي ايه اعطاته درس اعطاته درس ودرس بالخامة لا مش لا مش لا لا عرك لا واحد يقول يعلي صوته حتى اللي قلت له شكون اللي كان يخايف فوالا شكون اللي كان ينظف شكون اللي كان معناها عطاته درس خاطر ديما يقول لها انت ما عندك ما تعمل باش يعرف القيمه بيان سور بيان سور ما يفهمها الا ما يجربها ميلا اي والله العظيم حكمه يعطيك الصحه يعيشك يعطيك الصحه حيوته اش باش تقترحها علينا عزيزتي اي بس نقترح عليكم انا احنا من انا من جيل القديم اللي في التليفون قلت لها شنو قلت شنو قلت لها رسيت قلت لها مقرونه محمره قالت لي نعم قلت لها جراتيني جراتيني محمرة خاطرها باش تدخل للكوشة وتتحمر ميلا شنو هيا للا كيفاش نعملوها يقولوا لها محمرة صحيح صحيح عاد عاد الجيل الصغير توك تقول له محمرة يتحرى مرتي اي شنو هي هالمحمرة اي يلا للا كيفاش المقرونة نعملوا صوص بولونيز مفروم ما تحب انت معناها سكالوب والكل هذه خفيفه راهي تساعد النساء اللي تخدم واللي عندها فيسع والصغار يحبوها اي تعمل صوص بولونيز وتعمل تاخذ المقرونه اللي تحب هي ماذا بيك الجرافت هذيك الجرافت وتصمت المقرونه و الحمد لله وتشد تاخذ باغ اكزومبل ستك انت والبلاتو اللي تستعمل فيه تاخذ باغ اكزومبل حاره وزوز عظم يعني ست عباد عظم تحط عليهم فروماج اللي انت تحبه زاد الكبرير يكون فوندونك اللي يبدا يذوب هكا وبيه ايوه يذوب انت والشو تحبه تركضهم هكا الست عباد عظم هذوكم مع الفروماج تشد البلاتو تعمل طبقه بلاتك تشبه للازانيا هي اما بالمقرونه بالمقرونه يعطيك صح تعمل فرشه مقرونه وفرشه لازانيا وفرشه كل البلوش معناها تعمل فوقك العظم الصوص اللي عملته الخليط تاع العظم الخليط تاع العظم وجيب الفرومات وهيك طبقه مقرونه طبقه واحد وتغطيها بالباتيه المينيوم وانا تحطك الباتيه كويسون لون بعدك تحط باتيه المينيوم باش يصيب
الطبيعيه ومثل البرودوي يعني أي. وتحطهم حكايه 4 ساعات تحضر اي جوست يشد بعضه العظم اي فوالا دوما تتجب لك الواحد وبعد كده تجبدها تلقاها بنا على بنا تقصها قويل بقويلب قويلب قويلب بنا على بنا الله الله بنين بنينة بنينة هي برشا نعملها بنينة 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 اقتراح بنينة نعطيك أسيس كونسل تعطينا كي تعمل المقرونة تصمت المقرونة وتظهر لك هيك برشا معناها على البلاتو الماء ذاك اللي تصمت فيه المقرونة ذاك ما تبرزعوش خليه في الفريجيدير وقت المقرونة اللي قعدت لك هذيك المصموتة معناها صعيبة اللي فضلت هذيك جيت تتسخنك الماء اللي تصمت فيه انت صبوا عليها وتصبوا عليها تعطيين تصمتها تو فوالا تمشي تعمل بها حاجه اخرى هكاك تربح الوقت فما خاطر يحضروا مثلا صغارهم مش ما يشعلوش غاز ولا حاجه تنجم تخلي المقرونه مصموته حاضره جوست هذيك يسخن ويحطوا عليه المقرونه اكهو وكيكه حاضره اكهو يعطيك الصحه يعطيك الصحة يا حيوت اقتراح هايل إن شاء الله نهارك زين ونهارك أسعد الأيام دبارة ممتازة سهلة للنساء اللي يزربوا يخدموا رجعنا نهار اثنين لك نفس الحركة هز وصل جيب حضر الفطور سهل باش يحضر فيسع فيسع ويحبوها والصغيرات تعجبهم ميرسي بوكو حيات ساعتنا الثانية بعد شوية نجيوكم كالعادة لكن طبعا خليكم على خبار وهنا راجعين انتم تسمعوا في كارنا العزيزة كوثر الباردي على إف إم على راديو